بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. هكذا متابعينا الكرام ينطلق هذا الشوط السادس الذي يحمل لنا في طياته أيضا الجعدان الفطامين. متابعينا الكرام ومسافتنا هي 1500 متر. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. عياتي شاهين الغدير بن محمد الغدير آل عفاري هنا يتقدم مع المركز الأول، يقدم لنا شاهين على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الدخول في هذه اللحظات والوصول من الحذر لسهيل بن مبارك بن نصيب. آل عفاري هنا قادم في هذه اللحظات يقدم لنا الحذر، بينما ثالث الأسماء ياتي شاهين لسالم بخليفة بن سيود الدرعي هنا يقدم لنا سلالة شاهينية، بينما رابع الأسماء ياتي مشوش لسالم بسليم الجنيبي هنا قادم في هذه اللحظات، بينما الوصول القدوم من شاهين لعلي بن كرابر عيضة العامري، ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى بن غدير يتقدم في هذه اللحظات مع شاهين غدير بن محمد بن غدير آل عفاري هنا يتقدم بهذا الأداء الرائع، يتقدم بهذا الأداء الجميل مشاهدينا آل عزاء ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع. ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء ولا أروع، انفراد. الله يا شاهين يتقدم في هذه اللحظات بهذا الاندفاع الرائع والجميل. غدير بن محمد غدير آل عفاري هنا يتقدم بهذا الأداء الرائع. ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام شاهين، سلام غدير بن محمد غدير آل عفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز، وسعدت مساء تهنينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء وصل شاهين لسالم بخليفة بن سيود الدرعي، بينما ثالث الاسماء وصل متابعين الكرام مشوش لسالم بسليم الجنيبي، بينما ايضا الاسماء القادمه تهانينا والناموس. اذا متابعي الكرام لما قدم لنا شاهين غدير بن محمد غدير العفاري على هذا الفوز على هذا الانتصار، والتوقيت الزمني كان ايضا 2:09 التوقيت الافضل مشاهدينا آل عزاء حتى هذه اللحظة. يتحتم التوقيت أيضا تحت أقدام شاهين، تهانينا والناموس. 2:09:41 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.